تفضلي تفضلي. هذه خالتي خوخة اللي حكيت لكم عليها مقبلة. خالتي خوخة كانت تبعني في كاع الحفلات تاع 8 مارس وكاع الحفلات اللي كنت نقوم بها. واش تقولي لهم خالتي خوخة؟ واش تقولي لهم؟ ما عندي ما نقول لهم. قول لهم ربي يحفظ. حفظ ربي يخلف عليا. واش انا كي وصلت لهنا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. مرحبا بك في اي وقت خالتي خوخة وشرفتينا. ربي يطول عمرك ان شاء الله. ربي يخليك. حبيتي تشطحي معايا؟ يلا. مرحبا بها مرحبا بها. خلاص يلا عيد ميلادك احلى عيد كامل. عيد ميلادك احلى عيد، ربي يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نزهر وراح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهر وراح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشبعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبرقولو واجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو واجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو كاملة. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. ربي يطول عمرك ان شاء الله. شرفتينا خالتي خوخة. ربي يطول عمرك ربي يخليك. شفتوا الحيويه 87 سنه. ربي يطول عمرها ان شاء الله وربي يخلي كاع كاع. ربي ان شاء الله يوصلكم وتكونوا بصحتكم. واش راكي لاباس؟ اروح.